السؤال الثاني، لديك 3 كور حمراء و4 كور صفراء و3 كور خضراء، متى ستفوز مصر بكأس العالم كرة القدم؟ ما تدخل حمام المدرسة عشان تغش. يلا يا ابني، انت وهو اللي معاه موبايل يطلعه بالأدب. آخر تحذير، اللي هلاقي معاه الموبايل هسحب منه الورقة واعمله محضر غش. خلاص بقى، انا هدي الموبايل وامري لله. اتفضل يا مستر. هات بص فرقتك. يلا حاضر. طب انا مش فاهم حاجة دلوقتي، اعمل ايه؟ ندخل على الخطة البديلة. مستر عاوز ادخل الحمام. ماشي بسرعة بس ما تأخرش. مستر عاوز ادخل الحمام. في ايه؟ اللجنة كلها تدخل الحمام؟ اتفضل روح. وبعدين بقى في السؤال ده، مستر بعد اذنك ادخل الحمام. لما يجي صاحبك اللي بره يا حبيبي. معلش يا مستر، السؤال ده مش عارفه. نعم قصدي مش قادر، هعملها على نفسي. طب اتفضل انجز. ايه ده؟ يا نهار ازرق، الكتاب راح فين؟ انا اللي اخدته، الغش حرام. هو انت؟ طب خلاص معلش، انا اسف، الكتاب المره دي مش هغش تاني. لا خلاص، ما انا رميته في الحمام. صدمه كبيره. احسن طريقه تهرب بقى من المستر لو مش حلل الواجب. احمد انت عملت الواجب؟ طب هات هنقله بسرعه. لا طبعا، انت عاوز تسرق مجهودي يا اسطى؟ معلش عشان خاطر. لا برضه، خلي المستر يضربك عشان تهرب بعد كده وتكتب الواجب. سكوت. يلا حلو منك ليه، كل واحد فيكم وراني الواجب. اتفضل يا مستر. هات. ايه ده، 5 صفحات بس؟ الواجب ده ناقص. فعلا يا مستر، في مسالتين ما كتبتهمش. يا حبيبي افتح ايدك، 3 عصي. طب بروح يا مستر. يا نهار ازرق، ده المستر هينفخني. اعمل ايه اعمل ايه؟ وانت يا حلو، فين الواجب بتاعك؟ انا سمعت ان انت كنت شاطر جدا يا مستر وانت صغير. ياه فعلا، دي حقيقه. انا كنت بقعد اذاكر في اليوم بتاع 25 ساعه مثلا. بجد؟ امال. ودخلت ثانوي وجبت مجموع عالي جدا، ورحت بقى الكليه. احكي لكم بقى قصه كفاح في الكليه، وازاي كنت بطلع الاول كل سنه، وده اللي خلاني اكون مستر سيد. بس كده الحصه خلصت. مستر مش هتشوف الواجب؟ ابقى اشوف الحصه الجايه. يس. لما ابوك يجيب بطيخ البيت. يس، لو لقيت اخر واحد ده سيبه لي اضربه طاسه. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام. ايه ده يا بابا، انت جبت بطيخ؟ بدخل اقطعها لكم دلوقتي عشان نتغدى. بسرعه بقى يا بابا عشان جعانين. ماشي. يوسف هتلعب بابي شويه بقى. ماشي امسك اهو، بس فاضل واحد، لو لقيته اقعد طاسه. تمام، ده انا همسخرهولك. تمام. ايه ده؟ حتة البطيخة الكتانة راحت فين؟ كنتش حاططها في التلاجة؟ مش موجودة. لا بقى كده كتير، لما استخبى واشوف مين اللي بيسرق البطيخ. يوه بقى يوسف، النت خالص. يوسف انت رحت فين؟ الله بطيخة. مسكتك يا حلو، بقى انت اللي بتاكل البطيخ. ده انا هوريك. اسهل طريقة للغش في الامتحان. محمد هات السؤال الثالث والرابع. مش حالين حاجه يا اسطى، شكلنا هنسقط. يلا يا اولاد، فاضل 10 دقايق والامتحان يخلص. يا نهار ازرق، هنعمل ايه يا يوسف دلوقتي؟ هنشيل الماده. ما تقلقش، بص كده. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انت يا ابني مش خلاص امتحان؟ روح يلا. حاضر، بس والله العظيم يا مستر انت راجل صح. صح غلط؟ صح صح. شكرا يا ابني، اتكل على الله. يلا الاربعه بتوع اخضر. وعاوز اقول لك على 4 حاجات. انجز بسرعه عشان وقت الامتحان. الاولى به، بحبك يا مستر. حبيبي. التانية ألف، أحسن مستر في المدرسة. التالتة دال، دي ميلك فوق راسي. والرابعة جيم، جزرة وقطمة جحش. تمام خلصت، اتفضل امشي بقى. ماشي تمام، سلام يا مستر. لما تضحك على المستر وتخليه يحل لك الامتحان. امسك يا ابني ورقة الامتحان، اللي هسمع صوته هنفخه، اياك اسمع نفس، هسحب الورقة على طول. المراقب ده عصب وشكل كده مش عارف اغش. انت يا ابني بص في ورقتك. معلش يا مستر، اصل في سؤال هنا من بره المنهج. لا يا حبيبي ما اعرفش، انا مدرس رسم اصلا. بس حضرتك شيك يا مستر. بجد والله؟ امال، والنضاره اللي انت لابسها دي تحفه، تاكل منك حته. فعلا؟ ناس كتير قالوا لي كده على فكره. بس انت باين عليك شاطر قوي يا مستر. جدا، انا طالع الاول 4 مرات على الدفعه بتاعتي. يا ابن الدحيحه. لا انا مش مصدق، اثبت لي. تمام، اسالني اي سؤال. اهو حل السؤال الاول كده وريني. اهو امسك، صدقتني بقى؟ الله. لا بس السؤال ده كان سهل على فكرة. هتحداك بقى تحلل السؤال الرابع، صعب جدا مش هتعرف تحله. بسيطة اهي، امسك اهو. يس الله عليك يا مستر، انت طلعت شاطر بجد. امسك بقى الورقة، انا خلصت. ماشي بالنجاح ان شاء الله، مع الف سلامة. لما تكسف جبهة ابوك. دوس بنزين بقى يا اسطى، اطلع من الزوم بسرعة. يلا يا ابني، انت سيب الزفت في ايدك ده وتعالى كل الاكل اتحط. ماشي يا بابا اهو. طب يلا يا اسطى سلام عشان انا اتغدى.
غسلت ايدك؟ لا يا بابا. طب روح اغسلها الاول وتعالى. حاضر يا بابا. هاي المعفن. سميت الله؟ لا لسه يا بابا. طب سمي الله عشان الشيطان ما ياكلش معاك. حاضر يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سميت الله يا بابا. خلاص انت بتاكل ليه؟ هاي هناك اهي، روح اجيب لك بسرعه. واجي ربنا ما انا سايبك. الفرق بين الطالب الدحيح والطالب الهبيد. الطالب الدحيح: امسك يا ابن ورقه الامتحان، مش عايز اسمع صوت. السؤال الاول: اهم مناطق انتاج الغاز الطبيعي في مصر، جبل المغاره ولا الواحات البحريه ولا ابو ماضي؟ الله، السؤال ده انا فاكر لسه مذاكره امبارح. بس كان ايه ازاي نسيته بالسرعه دي؟ لا لازم اجاوب عليه، ما ينفعش انقص نص درجه. هجيبه برضه. كان ايه؟ يلا يا اولاد، وقت الامتحان خلص، هلم الورق. ايه؟ انا لسه ما حلتش حاجه. ماليش دعوه، هات الورق. معلش يا مستر عشان خاطر سيبني شويه. الطالب الهبيد: امسك يا ابني ورقه الامتحان. خلصت. لما ابوك يقف عليك في الامتحان: يا رب مراقب سهل بقى يا رب. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام. ايه ده بابا؟ عم ابو يوسف؟ ايه شفت عفريت؟ لا عفريت يا بابا، ده احنا مبسوطين جدا. والله ده كفايه انك هتسيبنا نغش. تي ايه يا حبيبي؟ تغش؟ طب لو راجل اعملها. امسك. لا بطل هزار بقى يا بابا، هو بيحب يهزر كتير. هيغششنا. انا بتكلم جد، انت فاكر نفسك شاربني هغششك؟ امال ايه يا عم ابو يوسف، هتسيبنا نسقط؟ انت مالك انت، حوار بين اب وابن، انت مالك؟ انا صاحبه الانتين، بنعمل كل حاجه مع بعض. هنجح معاه، هيغش معاه. صح فعلا بجد والله. طب هات ورقتكم انت الاثنين. الله، هي نجحنا من غير ما نحل حاجه. مش قلت لك بيهزر؟ اتفضل يا بابا وريني، بتعملوا كل حاجه مع بعض. ها تمام، تعالوا بقى الملاحي مع بعض. صدمه كبيره يا والقلب هيك عندي جاب حيره قلبي. لما ابوك وامك يطلقوا بسببك: ماما عاوز فلوس عشان خارج مع اصحابي. خد يا حبيبي من الشنطه جوه. اديله يا اختي ودلعيه كمان، خليه يفشل ولا يروح يشرب يوم سجاير. سجاير يا بابا؟ اسكت انت. على فكره بقى ابن حبيبي وانا واثقه فيه. انت بتعلي صوتك عليا؟ طب روحي وانت طالع. بابا انا خارج، عاوز حاجه؟ خد هنا يلا. ايوه يا بابا. امك عطتك كام؟ 100 جنيه. طب رجعها لها وخدي 200 جنيه دي. ايه ده بجد؟ شكرا يا بابا. ماما خدي 100 جنيه دي، خلاص مش عاوزها. بابا اعطيني 200 جنيه. اعطاك 200 جنيه؟ طب خد بقى 1000 جنيه اللي عندي فيه. ايه ده بجد؟ شكرا يا ماما. بابا خد ال 200 جنيه بتاعتك دي، مش عاوزها. ماما احسن منك واديتني 1000 جنيه. يعني هي بتتحداني؟ طب خد دول. هات. ايه ده يا بابا، دول 500 جنيه كده، ماما هتكسب. شت. طب نعمل ايه؟ الفيزا. صح، وكده كنا انا اللي كسبت. خد الفيزا اهي. هات. يلا سلام، اشوفكم بعد اسبوع. لما النتيجه تطلع وتجيب 100%. يوسف انت امتحاناتك امتى؟ عندي اول يوم بكره يا بابا. طب ايه، مش هتقوم تذاكر بقى؟ طب لحظه بابا، اعمل حاجه، 5 دقايق وهقوم. طب بص انا هعمل معاك اتفاق، انت لو ذاكرت كويس الفتره دي ودوست على نفسك جامد جدا في المذاكره وجبت 100% في الامتحان، انا هديك 2000 جنيه من عندي. 2000 جنيه؟ انت بتتكلم بجد يا بابا؟ طبعا. ده انا هدخل اذاكر دلوقتي واقفل على نفسي الاوضه واكل الكتب اكل. سلام. A few moments later. بابا ايه، طمني النتيجه ظهرت؟ يا بابا جبت 100%. الله اكبر، يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. يلا بقى هات ال 2000 جنيه بتوع ايه؟ ايه يا بابا انت نسيت ولا ايه؟ انت مش قلت لي لو جبت 100% هديك 2000 جنيه؟ انا قلت كده؟ يا بابا قلت كده. بس افتكرت، مش اليوم اللي انت كنت جاي فيه من حصه المراجعه؟ ايوه صح يا بابا، ديك افتكرت اهو. هات بقى. لا ما انا كنت بضحك عليك عشان تذاكر. لما تقعد من غير موبايلك 5 دقايق. يا ابني هو انت طول اليوم ماسك الزفت ده، مش بتسيبه خالص؟ لا بسيبه طبعا. امتى ده حتى الحمام بتدخل بيه؟ لما بكون نايم. لا يا شيخ، طب ايه رايك انا اتحداك انك تقعد من غير موبايل لمده 5 دقايق بس؟ سهله جدا جدا واعرف اعملها. ماشي هنشوف، ولو انت كسبت التحدي هديك 1000 جنيه. تمام موافق. امسك. هات. A few moments later. ها بتعمل ايه؟ يا راجل، يعني القطه اللي انت بتحبها طلعت اختك في الاخر؟ لما تقول لاهلك انك خارج مع اصحابك، تفكير ابوك: بابا انا خارج مع اصحابي وجاي بالليل. اول جرجرته من خدتك خدتك. ادخل يا حيوان جوه اوضتك، مفيش خروج. تفكير امك: ماما انا خارج مع اصحابي وراجع بالليل. لا لا مفيش خروج. تفكير اخوك: ايه ده انت رايح فين؟ خارج مع اصحابي وجاي بالليل. الخروجه بتاعتك: على فكره بتاعتي احلى يا راجل، يعني شايف ان الحمرا احسن من الصفرا؟
ما تكون بتاخد درس عند مستر مدرسه. يلا يا ابني انت، هو كل واحد فيكم طلع كتاب العربي، واللي مش هيكون معايا اتضرب. انت يا ابني فين كتابك؟ اهو يا مستر، اكتب اسمك عليه. وانت يا يوسف فين كتابك؟ ما جبتوش يا مستر. ايه يا يوسف ينفع كده؟ معلش يا مستر. طب امسك الكتاب ده خليه معاك. حاسس النهارده عاوز تركيز، بيجي منها كتير في الامتحان. انت يا متخلف، انا مش بشرح، هات الموبايل ده. اتفضل يا مستر. هات ابنزل خده من المدير بقى يا حبيبي. يوسف زعل من الحصه ولا حاجه؟ بصراحه اه. خد يا حبيبي الموبايل العب عليه شويه سابوي بقى، ولسه شحن الباك على فكره عشان لو تلعب ببجي. شكرا يا مستر. لا عفو يا حبيبي، ركز بقى يا ابني انت اهو. وكانت اماني تسبح بينما كان اسامه. مستر مستر قلب المستر، ممكن توطي صوتك بس شويه عشان مش عارف العب. من عينيا يا حبيبي. حاضر، مفيش شرح يا ابني انت النهارده. واستاذنك في السماعه بس عشان اعرف مكان الضرب. امسك ما تغلاش عليك، ولو طلعت الاول هشحن لك شدات في ببجي. لما تكون ابن مدير المدرسه. مش عاوز اسمع صوت في الامتحان، الحيوان اللي هلمحه بيغش على مرجعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا ابني رسالة على الكراسه، طلعها بره. دي كراسه رسمه يا مستر. وانا ايش ضماني ممكن تغش منها، طلعها بره. مستر بعد اذنك، معلش مش عارف اسند على التخته، ممكن اي حاجه اسند عليها؟ عليك ماده ايه؟ انجليزي. خد كتاب انجليزي اهو. شكرا. مستر معلش بس شويه ميه. ادي ده في البنيه بتاعتك انا ولا ايه؟ حل يلا. مستر انا عطشان. مانجا وسحلب الباشا هنا بسرعه. كانت ايه كانت ايه؟ ده لسه مذاكرها الصبح، لقيتها انساها. الحيوان اللي بيغش ورا، هات ورقتك. يا مستر والله بفكر بصوت عالي. انا شايفك بعناية دي بتغش، هات ورقتك. بتقول ايه؟ مش سامعك. مستر معلش بس صوت شويه مش عارف اغش. ها يا ابني جبت السؤال الخامس ايه؟ لما ترش المراقب عشان تغش في الامتحان. مش عاوز اسمع نفس انا منك ليه بعد ما وزع الورق؟ انتوا سامعين؟ اللهم بلغت اللهم فاشهد. امسك. بسم الله. السؤال الأول، اقرأ ثم أجب. ماذا رأى أسامة وهو على ظهر الحمامة؟ بس بس ولا عمر. أنت متخلف اللي بتتكلم، لو اتكلمت أنا أسحب منك الورق. ماشي يا مستر خلاص. ولا عمر، هات السؤال الأول مش حل أي حاجة. طب هات الورقة بقى. خلاص يا مستر معلش. لا يمكن. آخر مرة آخر مرة. لا يمكن. طب هديك 200 جنيه وتسيبني أغش. إيه ده أنت بترشيني؟ آه. طب ما أنا عارف بس بتأكد، غش بسرعة وخلص نفسك. مستر مستر أنا خلصت. طب كويس يا حبيبي، هات ورقتك بقى. ها؟ ماشي يا مستر، اتفضل اهي. شاطر يا ابني، يلا مع السلامه. ايه ده يا مستر؟ في ايه يا ابني؟ كان معايا 200 جنيه مش لاقيها. شكلي نسيتها معاك في ورقه الامتحان، ممكن تشوفها لي؟ اتفضل. ايوه هي دي، شكرا يا مستر، السلام عليكم. لما يدخل لك مراقب اعمى في الامتحان. ربنا يستر النهارده ونعرف نغش. يا عم ما تقلقش، خليك متفائل. السلام عليكم يا اولاد، استاذ عنتر هو اللي هيراقب عليكم. يا نهار ازرق، شكلها مفيش غش. اللي هيلمحه بيغش فيكم هيسقطوا على طول، ده مش بيتفاهم. متفائل صح؟ يلا حبيبي انت وهو نبدا الامتحان. امسك امسك. بص في راكبك يلا. يوسف نمره بيه في السؤال الاول. الحيوان اللي بيتكلم. في ايه يا مستر انت تفضل بص علينا كده؟ اذا كان عاجبك لو راي الغش. فاضل 3 دقايق ولم الورق. طب مستر معلش ممكن تقرا لي كلمه بسرعه اصل مش باينه. ازاي يا ابني انا اعمى ما بشوفش؟ تمام. ما تعمل مقلب في ابوك. بابا هات 50 جنيه عشان خارج مع اصحابي. 50 جنيه حد قالك ان لقيت اثار ولا ايه؟ يابا انت معاك على فكره. طب انا معايا ومش هديك وكلمه تانية، ولا فلوس ولا خروج. ماشي يا بابا. لا اله الا الله ودوات النور يقطع. سلام قولا من رب رحيم من بره. انا العفريت الملعون. الله يلعنك اكتر. وعاوز ايه؟ انت ضحكت على ابنك واستخسرت فيه 50 جنيه صح؟ ما كنتش قصدي والله، انا اسف. من النهارده تدي لابنك كل يوم 50 جنيه. حاضر. ومفاتيح العربيه عشان اخرج مع اصحابه، عشان يخرج مع اصحابه. من عينيا. وحسك عينك اسمع انك ضربت او مديت ايدك عليه تاني. انت فاهم؟ ده انت تؤمر. تعالى. لما عمك يقف عليك في الامتحان. ربنا يستر معانا النهارده، الماده صعبه ومحدش مذاكر حاجه. انا لو سلت في الماده دي بالذات ابويا هيفشخني. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا مستر. الله اكبر، ده عمي يلا. اوعى قفلنا الماده. سكوت يا جزمه منك ليه؟ في ايه يا عم؟ عمك ده هناك في بيتكم، لكن انا هنا براقب عليكم، واللي هلمحه بيغش ياخد ورقتك انت. الله، وانا مالي؟ مش انت مش عاوز تتجوز بنت عمك؟ اسقط بقى. انا عندي اسقط في الامتحان وما اتجوزهاش. كده؟ طب امسك الورقه وامنع الكلام. هات. حسبي الله ونعم الوكيل، في دي عيله. ما تنساش بقى تكتب اسمك على الورقه. ها؟ من الحته اللي فوق دي على الجنب. حاضر. كتبت؟ ايوه. وريني.
بس انت كده وقعت على عد جازك من بنتي، عاوز تغش غش. صدمه كبيره لما تشتري ايفون ب 20,000 جنيه. ياه اخيرا جمعت فلوس الايفون واروح اشتريه، انا بقالي 5 سنين بحوش فيهم. ابوك لو عرف انك هتجيب موبايل ب 20,000 جنيه هيقتلك، ومش بعيد يبيع اعضائك. لا يا عم انا مش هقوله، عشان لو عرف مش هيخليني اجيبه، وانت اوعى تقع بلسانك قدامه. ماشي ما تخافش، روح انت. سلام. وجبت الايفون وجبته يا فرحه امك بيك. بابا داخل فرحان، يعني ما فرحنا معاك. ايه اصل اشتريت موبايل احلامي كان نفسي فيه من زمان. الف مبروك يا سيدي. وده عامل كام بقى؟ ب 2000 جنيه بس. مش مهم، روح اتفضل، يلا نام دلوقتي عشان تصحى تروح المدرسه بكره الصبح. ماشي يا بابا، تصبح على خير. A few moments later. ايه ده، فين الايفون؟ يا نهار ابيض. بابا ايه يا ابني، مالك فين؟ فين الايفون يا بابا؟ مش لاقيه. يا شيخ خضتني. امسك يا سيدي. ايه دول؟ مش انت جبت الايفون ب 2000 جنيه؟ انا بقى نزلت بعتولك في سوق الجمعه ب 3000 جنيه. لما تمسك زل على مستر المدرسه. السلام عليكم يا مستر. وعليكم السلام، في ايه يا حبيبي؟ هو حضرتك عندنا امتحان الحصه الكام؟ الامتحان في الحصه الخامسه، لسه بدري. طب انا كنت عاوز امتحان كده سهل وبسيط عشان انجح فيه، بابا يجيب لي موبايل جديد. مفيش حاجه اسمها كده، مش مذاكر هتسقط وهتعيد السنه. بس انا لو سبت اروح اقول للمدير انك بتبص على الولاد من خرم الباب وهما بيعملوا حمام. لا بص ايدك اوعى تقول له. يبقى تجيب لي امتحان سهل. حاضر من عينيا. جه وقت الامتحان، كل واحد يبص لفراته ويحل مع نفسه. امسك دي بتاعتك. بسم الله. السؤال الاول، ما هو اسم الفنان محمد صبحي؟ ايه يا مستر الامتحان الصعب ده؟ السؤال الثاني، كم عدد الاهرامات الثلاثه؟ لا انا عمري في حياتي ما شفت امتحان بالصعوبه دي، في كده؟ السؤال الثالث، اي من الاعداد التاليه اكبر من الواحد؟ يا مستر انا كده هسقط، حرام عليك. السؤال الرابع، نستخدم نقط للجلوس عليه. لا انا مش هقدر اكمل، اتفضل. تمام. لما تشتري نوتيلا وتسيبها في الثلاجه. يا اخي لو اشتريت النوتيلا بقالي شهر بحوش عشان اجيبها. ايه ده النوتيلا؟ الله، هات حته يا يوسف. بس حلوه بقى، هات حته، انا لو رحت اجيب جنبها هزعلك، انت فاهم؟ ماشي. هنحطها في الثلاجه عقبال ما اروح اعمل حمام. A few moments later. تعالي بقى يا نوتيلا. يا نهار ازرق، النوتيلا راحت فين؟ مين اللي خدها؟ يا ابني فين النوتيلا؟ لا حرام. يا ماما في ايه يا عم خضتني؟ والنوتيلا ايه؟ انا ما خدتش حاجه. بقول لك ايه، انا جايب النوتيلا ب 60 جنيه، لو ما طلعتش دلوقتي انا هكسر الدنيا. قلت لك ما خدتش حاجه كده. ماشي يا بابا الحقني، يوسف عاوز يدب. خد هنا انت فاكرني هسيبك؟ بابا هو فسر النوتيلا بتاعك. لما الفجر ياذن وابوك لسه بالسحر. يوسف قوم اعمل لي كوبايه شاي بسرعه. حاضر يا بابا. ايه ده فجر اذن بدري اقول ايه كده، كنت عاوز اشرب. يوسف خلاص ما تعملش الشاي وتعالى شيل الاكل ده. A few moments later. يا نهار ابيض بابا، انا هوني كوبايه المايه اللي قدامك دي، امسك شيلها بعيد عني. يا ابن الكلب، انت بتفطر قدامي عادي كده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيأذن ده؟ ده اذان الفجر يا بابا. امال اللي اذن من شويه ده ايه؟ اذن من شويه؟ ده المنبه بتاعي يا بابا، عامله قبل الفجر عشان يصحيني اشرب. وحياة امك، طب هات بسرعه الميه اشرب، انا عطشان. ما خلاص يا بابا الفجر اذن. ما كله بسببك يا ابن الكلب، ما كانش قصدي. لما يكون عندك اخ اصغر منك. وفاء. ايه؟ تعالى قول الريموت ده. حاضر. امسك اهو. تمام. ايه ده؟ وفاء. نعم. هات الشحن ده. ماشي. امسك. تمام. وفاء هات ميه. وفاء افتح المروحه. وفاء شيل الاكل. وفاء انزل هات الاندومي. وفاء. هو بقى كل شويه وفاء وفاء، مفيش غير وفاء اللي في البيت، زهقتني يا عم. شفت يا بابا على صوته على اخوك كبير ازاي؟ عاوز يتربى على فكره. عندك حق، تعال قالي. لا. الفرق بين معامله المستر للولاد والبنات. الولاد قيام يا حيوان، منك ليه؟ صباح الخير يا مستر. صباح الزفت على دماغكم، اترزقوا. يلا يا فاشل، منك ليه؟ كل واحد فيكم يطلع الواجب بتاعه، واللي مش هيكون عامله هعبطه. انت عارف الواجب بتاعك. معلش والله يا مستر، اصل انا جدي مات امبارح وما عرفتش اعمل الواجب. ايه؟ ما عملتش الواجب؟
افتح ايدك 76 عصايه. البنات قيامي عسلات منك ليها. صباح الخير يا مستر. صباح النور يا قلب المستر. اتفضلوا. يلا يا حلوين كل واحد فيكم طلع توريني الواجب بتاعها. ها فين الواجب؟ معلش والله يا مستر اصل كنت بحط مناكير وما قدرتش اكتب الواجب. ولا يهمك يا قمر في داهيه الواجب، يعني احنا اخدنا ايه من التعليم. يلا بقى كل واحده فيكم تركز معايا في درس النهارده، ولا اقول لكم يلا نشرب حاجه. لما الحرام يصعب على اخوك الصغير. ايه ده انت مين؟ انا الحرامي ولو صرخت هقتلك. لا يا عم اسرق براحتك انا مش هكلمك. ايه ده انت تعبان؟ اه. طب وايه اللي نزلك تسرق وانت تعبان؟ تعالى رايح. شكرا يا ابني. اعمل لك ليمون سخن عشان البرد؟ لا لا شكرا هسرق وامشي على طول عشان سايب الواد لوحدهم. تصدق انت صعبت عليا؟ هات الشنطه اللي معاك وانا ادخل اجيب لك كل حاجه من جوه. يبقى خدمتني والله. امسك. امسك اهو دي كل حاجه في البيت. فلوس الجمعيه، ذهب امي، موبايلات اخواتي، ومفتاح العربيه، وشويه كركديه نمائيه يستاهلوا بقك، ودواء كح عشان البرد. طيب يا ابني شكرا استاذن انا. والله ما ينفع في شارع النار. معلش مش عايز اتقل عليك. يبقى تعالى كل شهر بقى احنا خلاص بينا اصحاب. اكيد يلا سلام. في رعايه الله. لما جدك يكسف جبهه ابوك. ازيك يا جدو عامل ايه؟ انا الحمد لله بخير يا منورنا يا بابا والله. تسلم يا حبيبي. جدو عاوز اسالك على حاجه، هو زال؟ انت يا ابني مش عندك امتحانات قوم ذاكر يلا. حاضر بابا ثواني. هو زال؟ قوم يا جحش ذاكر. في ايه بتشتم الولا ليه؟ على العموم ما تزعلش نفسك يا حبيبي، يعني هو الجحش ده مين ابوه؟ الحمار. ولو انت جحش يبقى مين الحمار؟ بابا. في يا بابا عيب كده؟ انا مش ابوك. ليه بس بتقول كده؟ اصل انا ما بخلفش حريم. اجلد. طب وربنا من قاعد معاك؟ لما ابوك يقولك الكذب حرام. انا عاوز اعرف دلوقتي مين فيكم اللي كسر الساعه بتاعتي؟ انا كنت في الدرس ولسه راجع. يبقى انت اللي كسرتها يا يوسف. لا مش انا. امال مين يعني؟ قول الحقيقه يا يوسف يا حبيبي ما تكذبش. مش هكلمك ما تخافش، بس اهم حاجه اوعى تكذب، الكذب حرام. بصراحه كده بابا انا اللي كسرتها، بس وقعت مني من غير قصد. شفت السيدي حلو ازاي؟ الكذب هيدخلك النار، اياك اشوفك بتكذب تاني. حاضر يا بابا. جدع. اوف روح شوف مين على الباب. ماشي. ازيك يا وفاء يا حبيبي عامل ايه؟ انا الحمد لله بخير، انت كويس؟ ايوه كويس. هو بابا موجود؟ ثانية واحدة. بابا بابا في واحد عمه صاحبك واقف بره عاوزك. قول له مش موجود. لما تروح الامتحان وفي حتة ما ذاكرتهاش. أنا تعبت من المذاكرة، الساعة كام دلوقتي؟ 11؟ لا أنا أدخل أنام بقى، ومش لازم يعني أذاكر الحتة دي، أكيد مش تيجي في الامتحان. A few moments later. كل واحد فيكم استلم ورقته وركز ومش عايز كلام كتير. أنا الحمد لله مذاكر وقافل المادة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول عرف الحتة دي. السؤال الثاني أذكر بالتفصيل الحبشتكنات المتعلقة بالحتة دي. السؤال الثالث ما علاقة الحتة دي بباقي الحتت؟ السؤال الرابع ما هي مراحل تطور الحتة دي على مر العصور؟ لما تكون فاشل والمستر يسألك سؤال. يا رب استر يا رب والمستر ما يسألش في حاجة النهاردة. يلا يا حبيبي منك ليه؟ كل واحد فيكم يقفل الكتاب عشان هسأل. يا نهار ازرق انا ما ذاكرتش اي حاجه هيضربني. انا دلوقتي هسال في التصرفات الثلاثه اللي اخدناها الحصه اللي فاتت واللي مش هيجاوب هيتعاقب. انت قوم قول لي ايه التصريف الثلاثي لكلمه درايف؟ معرفش يا مستر. افتح ايدك. انت قوم ايه التصريف الثلاثي لكلمه سبيك؟ سبيك سبوك سبوكي. عاش عليك برافو. انت قوم كلمه تيك. تيك توك توكي. لا مذاكر. اقعد. انت مالك مالك ملوك ملوكي. لو كان الامتحان في الكرتون. المدرسة قررت تعمل لكم امتحان مختلف السنة دي، وعشان كده اللي هيجيب في الدرجة النهائية هينجح في باقي المواد. امتحان ايه ده يا مستر؟ امتحان في الكرتون. امسك. بسم الله. السؤال الأول اختر من يسكن البحر ويحبه الناس، سبونش بوب ولا شفيق ولا مستر سلطة؟ سبونش بوب سكوير بانز. كم عدد الدبب الثلاثة؟ 2 ولا 5 ولا 3؟ 3. السؤال الثاني صح وغلط، فين وجيكم موطلي يحاربون الأشرار؟ صح. كانت حبيبة ميكي ماوس هي دونجل؟ غلط. السؤال الثالث ما هي اسم الساعة الفضائية التي يرتديها بنتين؟ الأومنيتريكس. ما هو اسم الكلب في توم وجيري؟ كنت فاكره كان اسمه
الكلب سبايك. خلصت يا مستر. لما تجيب هديه لابوك في عيد ميلاده بابا. ايه يا ابني انت في حد يدخل كده؟ وبعدين فين الهديه بتاعتي؟ مش النهارده عيد ميلادي؟ هو انا هنساك برضه يا بابا كرسون؟ طيب امسك الهديه اهي. وانت طيب يا حبيبي؟ ايه ده بقى يا ترى جايب لي ايه؟ ساعه؟ مش اي ساعه بابا، دي ساعه تاتش بترد بيها على المكالمات وبتشغل بيها اغاني وضد المايه كمان. وده عامله كام بقى؟ يا نهار ازرق، ده لو عارف ان هي ب 2000 جنيه هتبقى ساكت. دي ب 200 جنيه يا بابا. نعم يا حبيبي 200 جنيه؟ ضحكوا عليك جاتك طمسه، دي ما تعملش 70 جنيه. 70 جنيه؟ عادي يا بابا، المهم تكون الهديه عجبتك. يعني كويسه. A few moments later. ازيك يا بابا عامل ايه؟ الحمد لله بخير. امال فين يا بابا الساعه التاتش اللي انا جبتها لك؟ مش بتلبسها ليه؟ اصل انا نزلت بيها الشارع على حال صغير شافنا لابسها، قال لي تاخد 300 جنيه وتديها لي. يا نهار ازرق، اوعى تكون اديتها له يا بابا. لا طبعا، انت شايفني مغفل ولا ايه؟ طب الحمد لله طمنتني. انا اخدت 400 جنيه. ايه؟ صدمه كبيره يا والقلب. لما تبدل ورقه الامتحان مع صاحبك. اسلام هات الاخضر، اكتب عندك ب د ج الف. تمام. هات السؤال الاخير بقى. لا يا اسطى ده طويل قوي، نص صفحه. يا عم عادي ملهون. انا سامع صوت ليه؟ كل واحد يركز مع نفسه. اهو اتفضل، اعمل ليه كل ده ازاي والمراقب واقف؟ طب هعمل ايه يا اسطى؟ السؤال عليه 10 درجات. الصوت يا خنزير منك ليه بدل ما اعمل لكم محضر غش؟ لقيتها، انت كتبت اسمك على الورقه؟ لا لسه. طب بدل الورقه والاجابه انت حافظها بكتبها. تمام، بس ازاي؟ بص فراتك يلا. ايه في ايه؟ انا في اللجنه. فين وايه بس دلوقتي؟ بدل بسرعه اقول مثلا شو خدام. خلاص سلام. 5 دقايق والامتحان يخلص. A few moments later. يوسف شعبان 35 من 60. يس الحمد لله يا رضا، على الاقل نجحت. اسلام محمد 50 من 60. لما تطلع من الجامع وتلاقي شبشبك اتسرق. ايه ده الشبشب بتاعي راح فين؟ يا نهار ازرق، ده شكله اتسرق. لا انا مش هروح البيت كده، انا هاخد شبشب بداله. في يا بابا اتاخرت ليه كده؟ ده انا جاي من بدري. طلعت من الجامع ما لقيتش الشبشب بتاعي، لسه شاريه امبارح. عيل حرام وسخ سرقه. انت كمان يا بابا وجيت حفي؟ اعمل ايه يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا برضه شبشبي اتسرق بس ما سكتش، اخدت واحد بداله. بص اهو. هو ده الشبشب اللي انت اخدته؟ ايه رايك؟ حلو؟ جدا. ورهولي كده. اتفضل. بقى انت اللي سرقت الشبشب بتاعي. يا نهار ازرق، والله ما كنت اعرف. ده انا هوريك. لما تخلص امتحانات وتحرق الكتب. ها طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا بابا، خلاص خلصت امتحانات اخيرا. طب كويس، هتعمل ايه دلوقتي؟ هدخل بقى العب ببجي لحد ما ازهق. ببجي تاني؟ يا بابا، بس في حاجه هعملها الاول. اخيرا خلصت منكم، ده انتوا عذبتوني بقالكم سنه، ده انا هشويكم. A few moments later. اسمي يوسف شعبان، رقم الجلوس 216. 216 ايه؟ جايب 3 ملاحق. شكرا، مع السلامه. يخرب بيتك 3 ملاحق، ده انا عاوز اشوفك تقعد على بابش دي تاني مره. حاضر يا بابا. اتفضل غور ذاكر. الحمد لله انا مش هدفع فلوس كتب تاني. ايه مالك يا لك، جننت ولا ايه؟ لا اصل انا حرقتهم. لما مستر الانجليزي يجي لك البيت. منورنا يا مستر، والله ده نورك يا حاج. امال فين يوسف عشان نبدا الحصه؟ حاضر ثانيه واحده ندهولك. يوسف ولا يوسف؟ ايوه بابا، في ايه؟ تعالى يلا عشان تاخد حصه الانجليزي. ازاي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله. ها ذاكرت كويس؟ يا مستر. تمام. طب قول لي بقى، بطاطس بالانجليزي يعني ايه؟ مش عارفها يا مستر. ركز يا يوسف، قلنا بطاطس يعني بوتيتو. صح افتكرتها. طيب قول لي بقى، طماطم بالانجليزي يعني ايه؟ نسيتها. في ايه يا ابني، امال ذاكرت ايه؟ قلنا طماطم يعني توميتو. مالك يا يوسف يا حبيبي، ما سهله اهي، بطاطس بوتيتو وطماطم توميتو. حاضر يا بابا. يلا بقى قول للمستر، موز بالانجليزي يعني ايه؟ موزيزو. الله عليك يا ابني فنان. يس. ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ انا ماشي. سيبك منه، ده الانجليزي طلع سهل اهو. يلا خيار يعني ايه؟ خوريرو. لما تطلب اكل بفلوس ابوك. يوسف روح شوف هنا على الباب. حاضر يا بابا. السلام عليكم يا فندم، الاكل حضرتك طلبته اهو. حبيبي كام الحساب؟ كده كله 300 جنيه. امسك 300 جنيه اهي وخد 100 بقى شيش. بجد حضرتك كريم جدا. شكرا يا فندم، مع السلامه. مين يا يوسف؟ ده بتاع الاكل يا بابا. اكل ايه؟ رجعه، انا ما طلبتش حاجه. لا يا بابا، وانا اللي طلبت. طلبت ايه؟
انا عازمك على فراخ مشويه انما ايه هتاكل سبع كرات. وجبت فلوس منين ان شاء الله؟ ما تشغلش دماغك بفلوس دلوقتي، خلينا ناكل الاول. عندك حق، ريحه الاكل تهبل. افتح افتح. A few moments later. يا الاكل ده تحفه الحمد لله. عامله كام على كده دي؟ مش كتير يا بابا، 400 جنيه بس. هايل، رخيصه جدا، ابعت لنا منها على طول. بس ما قلتليش جبت فلوس منين بقى؟ من محفظتك. الفرق بين ابوك وامك لما يروحوا معاك الدرس. امك، ها يا ابني قول لي، 6 في 9 بكام؟ ركز ركز. مش عارف. ب 43 انجز يا ابني. ب 43. افتح ايدك. ابوك، ها يا ابني قول لي، 6 في 9 بكام؟ ب 54. شاطر يا يوسف. لا معلش يا استاذ، اساله سؤال تاني. حاضر. 10 في 12 بكام؟ كام؟ مش عارف. حلو قوي، اضربه بقى يا استاذ عشان يحرم ويذاكر كويس المره الجايه. افتح ايدك. اكسر يا استاذ وانا جبس. يا استاذ الضرب الحنين ده، ورينا عصايه كده. اتفضل افتح ايدك يلا، انت لسه هتتصدم. افتح ايدك. لما النتيجه تظهر وانت في الحمام. يوسف، ولا يوسف، افتح الحمام بسرعه. انا لسه داخل يا بابا، عندك حمامين تاني غير ده؟ يا ابني افتح النتيجه بتاعتك، هتظهر بعد 5 ثواني. يا نهار ازرق، استخبى فين؟ استخبى فين؟ يلا يا يوسف اطلع بسرعه. حاضر يا بابا، جاي اهو. اهي ظهرت 52%. يا ابني الكلب هيفشخني هيفشخني. افتح يلا. لا يا بابا. افتح يا يوسف يا حبيبي. لا انت هتضربني. لا لا افتح بس، انا مش هكلمك. مش فاتح. لا كده. طب ماشي. لما صاحبك يسيب التليفون معاك وابوه يتصل. يوسف بقول لك ايه، دخل على البلاي ستيشن جوه، امسك الموبايل معاك عشان بحمل حاجه. ماشي بس ما تاخرش يا عم. ما تقلقش، هما جايين على السريع وجاي. تمام ماشي. لما رن على الواد ده شوف اتاخر ليه. يوسف ابوك بيرن، رد عليه انت يا اسطى. انا بلعب. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناة الرحمة محمد معايا؟ لا يا عمو، ده انا يوسف صاحبي. طب امال هو فين يا ابني الدهولي؟ محمد قاعد جوه بيذاكر. محمد ابن انا؟ يا عمو، ده بقاله 7 ساعات حابس نفسه في الاوضه قاعد بيذاكر. محمد فتح الكتاب وبيذاكر؟ ومش بس كده، ده خلص 3 مواد كمان. بسم الله ما شاء الله. امال مش بشوفه بيذاكر هنا ليه الواد ده؟ اصل هو بيحب يذاكر معايا يا عمو. لا اذا كان كده ابعت لك كل يوم تذاكروا مع بعض، يبقى هيطلع من الاوائل ان شاء الله. ماشي يلا حبيبي، مع السلامه. اسيبكم انا اذاكروا بقى. سلام سلام. لما تروح للحلاق وعيل صغير يحلق لك. يلا يا باشا، عايزك احلق لي بسرعه عشان مشغول. من عينيا يا باشا، انا هجيب لك اكبر حلاق هنا. ولا بليا يا معلم، عاوزك تحلق للزبون ده لو تروق عليه. ما تقلقش. لا يا عم انا قلقان، هو ده اللي هتخليه يحلق لي؟ يا باشا ده اتولد وفي ايده المقص، هيظبط لك شعرك ما تخافش. ربنا يستر. روق على الباشا. يا من عينيا يا عم، ما انا مش خايف غير من عينيك دي. انا واقف بره هنا. وداني يا نهارك ازرق، انت عورت الزبون. ركز بقى. ها حاضر. يا ابني بقى، يا نهارك اسود، انت عورت الزبون تاني. لما تكون عامل الواجب وتنسى الكشكول في البيت. يوسف يوسف، هو المستر جه؟ لا ما جاش، تقريبا غاب. يس الحمد لله. بهزر معاك، انا شفته في الطابور تحت. تصدق انك عيل رخم. اوف، ايه مالك خايف كده ليه؟ ما عملتش الواجب يا عم. طب عادي، وفيها ايه يعني؟ عادي ازاي بس؟ اذا كان المستر اللي مش هيعمل الواجب هيتضرب 10 عصر. احسن احسن، هتتضرب. انا هقول للمستر بقى ان انت مش عامل الواجب. طب ما انت كمان هتتضرب. لا يا حبيبي، انا عملت الواجب كله معايا هنا في الشنطه. يا ابن الدحيحه. طب عشان خاطر ما تقولوش. لا هقول له. السلام عليكم يا اولاد. مستر احمد ما عملش الواجب. يا ندل. يا حبيبي، جهز لي ايدك بقى عشان اخليها تورم من كتر الضرب. سخنها لي بقى عقبال ما يجي دورك. ايدك. طلع يوسف الواجب. حاضر يا مستر. اتفضل. وريني. هات 2 فانيليا وواحده بيكنج باودر. ايه ده يا اب؟ اخ يا نهار ازرق، انا شكلي كده نسيت كشكول واجب في البيت وجبت ده مكان. احسن احسن. لما تشغل التكييف وتدفع انت فلوسه. بابا الحقنا، انا بموت. انشف يالا، مش وقت حر يعملوا فيك كده. يا بابا انت بتسيح. مالكش دعوه. طب ابوس ايدك، افتح التكييف شويه. قلت ايه؟ تمام. تكييف صح؟ انت لو قلت الاسم ده تاني على لسانك هرميك فوق على السطح تتشوي، انت فاهم؟ تمام.
طب شغله 5 دقايق بس. تاني برضو انت بتفهمش، قلنا بيسحب كهرباء وفلوس كتير. طب هو احنا اشترينا التكييف ليه؟ زين شكله حلو ومحطوط على الحيطه، برضو مش هنشغله. طب بص انا عندي الحل، ايه رايك اشغل التكييف اللي في اوضتي انا وهدفع انا فلوسه؟ حلوه الفكره، موافق. موافق، شكرا يا بابا، سلام. عيل طري. يوسف انا خارج كده رايح مشوار ساعتين وراجع. ماشي يا بابا، تمام، مع السلامه. سلام. ايه يا اسطى، بقول لك ايه، ابويا خرج والبيت فاضي، تعالوا بسرعه نقعد شويه. تعالوا تعالوا ابوك رجع. خش خش. لا لسه. ها جبت الحاجه يا ابو؟ عيب عليك اهم. ايوه ده احنا هنخربها. اوعى ضربنا حضري ولا نجيب جو ولا. ايه الدوشه دي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم قوي ايمانكم. امال ايه الدوشه انا كنت سامعها من بره دي؟ دوشه دوشه ايه؟ احنا كنا بنصلي. ماشي تمام، انا داخل جوه. معاك سجاير؟ طبعا يا اخوي. يا رب العالمين الله. لما تمسك زل على مدير المدرسه. السلام عليكم، حضرتك كنت عاوزني؟ انت بقى الواد اللي كسرت التخته بتاعت ثانيه رابع صح؟ انا. طيب يا حبيبي هتشتري لنا تخته جديده للمدرسه؟ لا طبعا. طب ايه رايك بقى فصل اسبوعين وتجيب ولي عمرك معاك هو والتخته؟ اتفضل امشي. طيب انا ماشي، بس هقول للمدرسه كلها ان انت مصاحب ميس شيرين بتاعت الرسم. ها؟ مالك بس يا حبيبي، مين زعلك؟ مش انت فصلتني اسبوعين؟ امتى ده حصل؟ طب والتخته اللي كسرتها؟ فداك يا حبيبي، تعيش وتكسر. طيب حس كده بقى، انا عندي شويه طلبات. امر يا ابني. اولا الفسحه تكون 3 ساعات وتوزعوا علينا وجبه فطار. ده مخالف للقانون يا ابني. المدير طلع بصاحب مس. بس تمام يا ابني، موافق. ثانيا بالنسبه للغياب هغيب براحتي في اي يوم يعجبني. لا مش هينفع. سمعت اللي حصل؟ ده المدير طلع. خلاص خلاص ماشي. ثالثا بقى الامتحان يجي لي محلول واجيب امتياز. لا لحد هنا وستوب. ها امر لله يا ابني. يلا سلام. المدير مساعد مسحنا. لما تحاول تعمل بطاطس. يوسف انا رايح الشغل، عاوز حاجه؟ لا يا بابا. هتيجي امتى؟ هاجي على الساعه 8 بالليل كده. ماشي يا بابا. تمام، وبعد اذنك ما تدخلش المطبخ، عشان اخر مره دخلت عملت اكل حرقت الدنيا وولعت في المطبخ. حاضر يا بابا. يلا سلام. مع السلامه. ايه ده انا جوعت، لما ادخل المطبخ اعمل اكل. اكل ايه اكل ايه؟ بس انا هاكل بطاطس. نحط الزيت بقى يسخن على النار. A few moments later. كده الزيت سخن، نحط بقى البطاطس. في ايه بقى؟ وربنا ناكل كبد. لما تكون بتلعب في الشارع والمستر يشوفك. بص امسك. ايه؟ الله عليا وعلى حواليا. خد شوف الحركه دي. ولا يوسف، هو مش ده المستر اللي جاي هناك؟ يا نهار ازرق، ده فعلا هو. طب هنعمل ايه معاه ده؟ مش عارف. بقول لك ايه، اعمل نفسك عبيط. ايه ده؟ الله الله، مش ده الواد يوسف وكمان معاه بيبو؟ ولا يوسف. ما تردش ما تردش. وادي يا يوسف. مش احنا. اوعى ترد. طب والله لو اقول لابوك ان انتوا ما جيتوش الدرس النهارده. ايوه يا مستر. ما جيتش ليه الدرس النهارده؟ حاول منك ليه؟ مفيش، رجلي وجعتني. يوسف رجلك وجعك ازاي وانت قاعد بتتنطط وبتلعب كوره قدامي؟ كانت وجعاني، دلوقتي كويس. طب الحمد لله، الدرس النهارده اتاجل نص ساعه، تقدر تيجي. رجلي الوجع رجع يا مستر. يوسف الحق يا بيبو. خلاص ممكن تغيب بجد. يوسف. الفرق بين الاولاد والبنات في لجنه الامتحان، البنات. اروى هات السؤال الرابع. انت اتجننتي؟ انت عايزاني اغششك؟ انت عايز تسرعي مجهودي؟ معلش سعدين عايز انجح. مستر معلش مشاها من جنبي، عاوز تغش مني. الولاد. ولا يا احمد هات السؤال الرابع. يابا ما يغلاش عليك، اكتب عندك. كانت امانه خايفه ان تتعب الحمامه وتقع في البحر الواسع. تمام، ورقم 2 بقى في السؤال الخامس. بقول لك خد الورقه بتاعتي، اكتب عليها اسمك وخد الورقه بتاعتك احلالك. خلصت يا مستر. تاخدها بتعمل كوبايه شاي، ما تنجز يا ابني، الاكل هيبرد، عاوزين نفطر. انا خلصت. طيب يا بابا تمام كده. اخيرا شوف من على الباب، واوعى تدخل حد، احنا بنفطر الفطار على القد. حاضر يا بابا. ازيك يا حاج، اخبارك ايه؟ بسم الله.
ايه ده؟ قال له ما تاكل يا حاج، انت مكسوف ولا ايه؟ ده بيتك. مالك يوسف واقف كده ليه؟ ما تيجي تاكل. ايه دي؟ شاي؟ لا لا لا، ده طم. وريني كده. هو ده يا يوسف؟ نعم يا بابا. ادخل هات لي مضرب الناموس من جوه. ما الدنيا ما شاء الله، هي حاجه فاش ولا ناموسه. اصل في ناموسه خلصه وكبيره وبشنب هتلر ازعجتني وانا باكل، فهكهربها دلوقتي. ناموسه كبيره وبشنب. طب 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 بس استاذن انا يا حاج، عشان ما بحبش اكل في البيت فيه ناموس. سلام عليكم. لو كان الامتحان في لعبه ببجي. اسمعوا يا اولاد، المدرسه عامله مسابقه على 10000 جنيه للي هيحل الامتحان ده ويطلع الاول. امتحان ايه ده يا مستر؟ امتحان في لعبه ببجي. ايه ده بجد؟ تبطل ورا بسرعه. امسك. بسم الله. السؤال الاول، اختر اذا قمت بضرب فلير وقام صديقك بتلويته، ماذا تفعل؟ تسيبه ولا تفجر امه ولا هتزعل؟ هفجر امه. لو هاجم عليك تيم كامل ماذا تفعل؟ هتجري ولا هتهاجم ولا هتخرج من اللعبه؟ يعني هخرج من اللعبه. السؤال الثاني، ده علامه صح او خطا؟ الاتراك هم اكثر الاشخاص كمبارة في ببجي. دي شليون صح. عدد اللاعبين في طياره متجهه لليفيك 70، ليفيك 50 بس نسى. غلط. السؤال الثالث، اكمل، السلاح المفضل لدى فيكتور هو؟ انا مت كذا مره منه، كان بيمسك ايه؟ الدي بي. اخطر الاماكن في ارانجل هي؟ بوشينكي. خلصت يا مستر.